مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا على خير، خصوصا في هذه الأواخر العشر الأخيرة من شهر رمضان. أكيد كلنا كنتذكروا الفيديو اللي كان خرج به البناي، الرجل البناي اللي كانت مشات ليه 17 مليون من البنك دياله، ولكن الحمد لله بتضافر الجهود ديال الفرقة الوطنية وبأوامر من السيد الحموشي أنهم قدروا يتعرفوا على الهويه ديال السارق وديال المنتحل الصفه ديال السيد ورجعوا ليه الفلوس ديالو. احنا امام نفس القصه، غير القصه مختلفه شويه. اليوم معايا سي ادريس، هو اخ الضحيه ابراهيم اللي وقع ليه نفس المشكل، غير هو انه ما كانش عنده فلوس في البنكه فما لقى ما يدي ليه. اشنو الدليل؟ دليل الحريه ديالو. الخو ادريس اللي هو الضحيه ابراهيم حاليا كاين في الحبس. غنبداو معكم القصه من الاول. الا كنتو كتذكروا فايت لينا سجلنا فيديو مع السي ادريس وشرحنا فيه الملابسات ديال القضيه، غادي نعاودوا نرجعوا هنايا لتتبع القضيه ونعرفوها فين وصلت، خصوصا ان الخبره خرجات على لي كارت ناسيونال اللي كان لا كارت ناسيونال اللي كانت مزوره، يعني فيها كاع جميع المعلومات ديال الضحيه ابراهيم الا الصوره اللي هي ديال داك النصاب اللي مشى ودار اوفرتور دو كونت فماشي بنكه وماشي جوج، ومن بعد تخرج دي كارني تشيك اللي خرج بهم من بعد دي فواتور دو لوكاسيون من دي اجونس دو لوكاسيون دو فواتور. السلام عليكم خويا ادريس. الله اختي. تقريبا هادشي اللي قلت هو اللي كاين يعني. تقريبا هادشي اللي كاين هذا هو اللي كاين بالنسبه لنا. نحاولوا نوضحوا للناس اكثر على القضيه. اي ان شاء الله. اختي بالنسبه للدري خويا هذا ابراهيم خويا، هذه هي لاكارت ناسيونال ديالو، ها هي راه كتبان هنايا لاكارت ناسيونال ديال الدري خويا، ها هي الاصليه وفيها السمية والرقم كل شيء هو هذاك الا الصوره وحتى بالنسبه لا سميتو التاريخ ديالها، ها هي 27 هذه 27/7/2019 بالنسبه لهذه حتى هي ديال السيده حتى هو، ها هي الفيزاج ديالو ماشي هو ديال خويا 27/7/2019 نفس لاكارت. هنايا تغيرت الصوره بوحدها هي اللي تغيرها من الخبره الخطيه ديالو العلميه والتقنيه ديال الدار البيضاء. نعم هادشي اللي كاين. وبالنسبه للدري خويا ملي دابا خوك فين كاين؟ دابا خويا باقي مشدود في الحبس. شحال كان معليه؟ بعامين ديال الحبس و40 مليون ديال الغرامه الماليه ما داير فيها لا بيدي لا برجل. الاول وما داير حتى شي حاجه. خويا ما عمره دخل البنكه كما قلت لكم في الفيديو السابق. نعاودوا نفكروا الناس في الفيديو السابق. اييه بصح في الفيديو السابق قلت لكم ودي خويا راه ما عمره فتح شي كونت في البنكه وما قاريش امي. وبالنسبه لهاد السيد هذا دابا هو كان جالس حتى غتجي السيده. ها خويا كان هنا خدام عندي في الماكينه هنايا، مشى كان طاح لي عاوتاني طاحت لي لاكارت طاحت لي تحليل البيرمي ديالو. مشى ديكلاري عند البوليس شدوه قال له ودي باش دو على حسب نيت هذا سميتو. قال لي راه عندك الشيكات وعندك هذه وهذه، عيطوا لي انا مشيت عندهم كيما سميتو. مشيت عندهم قلت لهم ودي راه الدري خويا. قال لي راه عنده الشيكات وراه عنده شركه هذه. قلت لهم ودي الدري راه خدام بدون رصيد دفعهم. اه انت استغربتي ديك الساعه؟ استغربت. صافي تعتقلنا حنا ومشينا للتحقيق كاملين. مشيت انا ومشى هو الدري خويا. انت تعتقلت؟ لا ما تعتقلتش انا، غير ملي مشيت استدعوني انا والدري خويا مشاو داروا معنا التحقيق. قال لي ودي على الدرو سميتو ديالهم. مشينا الدري خويا بقى تماك عندهم احتفظوا به حتى حقوا معاه ما لقاو داك الشيء ماشي اسميتو ديالو. طلقوه هي فاش شدوا هاد السيد هذا، هاد السيد اللي المعني بالامر كانوا هما 2019 مشى هو السيد هذا بهاد الشركه هذه، لقاو في الرصيد ديالهم تقريبا 100
160 مليون. ملي تشد علاش خوك رجع تشد عاوتاني؟ اخويا فين ما كيدخلوا الشيكات كيجيو يديوه. حيت هو دائما لاكارت ناسيونال ديالو. ديما لاكارت ناسيونال ديالو راه بحالها راه هي هذا مزور وهذاك الاصلي. هذه التصويره مبدله. نفس الصوره. اخر مره فاش غادي تشد وغادي تلقى عليه القبض وغادي تحكم بعامين كيفاش؟ اخر مره جابوه من مراكش. جابوا من المحطه ديال مراكش كنجي من البلاد نزلت تما كنجي من شيشاوه شدوا تما البوليس ملي داوه لقاو رشاشي مشى قال لي مودي انا راه عندي الوثائق ديالي قال لي دلينا بهم قال لي ودي راه ما هزيتهمش معايا وهادي صافي هبطوا للدار البيضاء جابوه لهنايا عيطوا لي انا مشي ديت لي الوثائق ديالو في انسي بانه راه ماشي هو هذا صافي قال لي صافي راه كيما القاعده غادي يخرج مع هذا الوكيل فعلا مشى عند الوكيل مشيت نزلت معانا واحد الدري خويا اخر مشينا عند الوكيل خرج داروا مع البحث وداك الشيء خرج مع هذا الوكيل هو ديك رجع لي رجع هذا الوكيل قال له ودي الله يجازيك بخير انا دابا كل مره كتشدني وداك الشيء ديروا لي ديروا معايا شي حل باش ما نبقاش نكتب كل مره كل مره تعدف كل مره تيشدوا وداك الشيء قال لي ودي قال لي صافي قال لي عيط على واحد البوليسي قال لي دي هذا احتفظ به عطى واحد الوثيقه حتى كان امر لي باخلاء السبيل لا خرج صافي خرج راه هبط ماتت مجي معنا ورجع عنده وصراحه رجع عنده قال لي ودي ديروا معايا شي حل انا راه بحال هكا راه كنتكرفص وداك الشيء قال لي صافي عطا واحد الورقه بيضاء سنا فيها قال لي باش ندير لك واحد الخبره خطيه باش تنزع منك هادشي بمره مابقاش صافي ملي رجع خويا صافي دازت واحد المده غادي تبقى غنحتفظوا بك حتى تخرج تخرج هذيك الخبره بقى عندهم تماك بقى حنا ملي تعطلنا الدري ما خرج حنا ما عارفينش هادشي هذا ملي تعطل الدري ما خرج مشيت انا سولت عليه مشيت لاناسي خديت رقم ديال مشيت بعدا عند الوكيل نيت عند هذاك سميتو لقيت الكاتب ديالو نيت لقيت الكاتب ديال الوكيل قال لي ودي شوف قال لي خصكم تشدوا المحامي ضروري خصكم المحامي وانا ما عنديش باش ند محامي ديك الساعه الخبره الخطيه خرجت ضد ديالو ديك الساعه لا كانت ديك الساعه باقا ما وصلناش للخبره انا ملي مشيت عند الكاتب قال لي ودي غادي تشدوا المحامي انا ما شديتش المحامي قلت انا خويا راه غادي يخرج صافي صافي مشيت انايا لا بعدا شنو مشيت لاناسي خديت رقم ديال الملف ديالو هبطت للمحكمه كان ديك الساعه في المدينه كانوا سدين الباب وداك الشيء على حسب هذا المرض عطاهم عطيتهم الفوتوكوبي هذا نيت هذا الفوتوكوبي نيت هذا اللي عطيتهم وجابوا لي البراءه ديالو صافي قلت صافي راه خويا غادي يخرج رجعت عند المحاميه اللي شديتها قلت لها ودي راه بالنسبه لخويا راه كاينه البراءه ديالو جبتها لي يعني فحال هكا قلت لها انت راه عطاوها لي في المحكمه راه غيخرج قلت لي اعطيني ديك البراءه خرجت المهم دوزت يومين وجابت لي قالت لي لا راه ماشي خوك قال لي هذا ابراهيم الرامي اخر اللي تحكم بالبراءه ماشي خوك بالاسم نفس الاسم نفس الاسم ماشي نفس لاكارت ناسيونال يعني صافي صافي دازت واحد المده حتى تحكم جابوا اسماء واحد دازت واحد المده هو يتحكم انا ما كندخل للتليفون واحد سميتو ديال طلع لي بينما تحكم بعامين ديال الحبس وحكم و40 مليون ديال الغرامه وخوك باش يعرفوا المشاهدين انه امي مقاريم ما كعرف ما قريش سميتو ما يكتبهاش خويا وفي البنكه وداك الشيء راه ما عمرو دخل البنكه وعمرو ما كان عنده كونت بونكير ما عمرو لا والو عمرو ما فتح لا في البوسطه ولا في البنكه شنو هي الخدمه ديالو الخدمه ديالو خياط معايا انايا يعني حتى الماكينه واقيلا ماشي ديالو غير لا الماكينه ديالي انا يعني. خدام معايا المهم الدري خويا قلت لك المجموع ديال هذوك الشيكات كاينه 160 مليون اللي دافعين ليه 160 مليون وحنا مشينا شفنا الدار ديالو كاريبيت مع الجيران راه كاري انا في عبير المهم ما علينا ملي مشى هذاك السيد اللي فتح الكونت جابوه باش غادي يجيبوا هذيك فاش يلاه بداو مشاو خداو واحد الطوموبيله فاخره واحد الطوموبيله مرسيدس وخداو جوج طوموبيلات اخرين باش كيخدموا في الشركه هذيك الطوموبيله اللي خرجوها من لاميزو تقريبا كيخرجوا لها شي 9300 درهم كيخلصوها ليا في بحيث المحامي جاب لي سميتو قال لي كيخلصوا لها 9300 درهم شهريه ديال الطريطه قال لي ملي خسرات لهم ديك الطوموبيله هي السبب ديال هذا الملف غيطلع خسرات لهم ديك الطوموبيله داها الدوله ردوها لا ميزون ملي ردوها بحال هكا من تما تشدو تماك في لا ميزون يعني في سميتو تشدو تماك شدوهم ولقاو هذوك الشيكات ديال سميتو عيطوا للبوليس وداك الشيء جاو داوهم هي فاش شدوا لاكارت ديالو تعتقلوا تعرف بينما راه هو اللي داير اللي زور هذا الشيء وهو اعترف بهذا الشيء وتشد في 2019 عطاو عام ديال الحبس هو راه دابا خرج من الحبس تحكم بعام ديال الحبس وخرج دابا راه يكون خارج دابا راه 2019 يعني 2020 راه خرج
حنا 2022 2000 قلت لك زعما 2020 غيكون خارج عام ديال الحبس. ولكن خوك في هذه القضيه هذا خويا في هذه القضيه هو دابا ملي دابا شحال هو مشدود؟ 5 شهور هادي دابا غادي في 6 شهور دابا هو مشدود في شهر 10 تقريبا تشدوا. باقي ما شدوش هادو المجرمين اللي هادو راه تحكموا في الحبس تحكموا في 2019 في هذيك الوقت اللي غير الشيكات اللي كيدخلوا كيجيبوا خويا كيبيعوا معاه. دابا المحاميه شنو قالت لك؟ شنو المحاميه قالت لي دابا الخبره الخطيه اللي كاينه اللي دارت لخوك كلها في الصالح ديال خوك الصالح ديالو كلها في الصالح ديالو. كاين واحد السيد محامي الله يجازيه بخير حتى هو راه تطوع في سبيل الله جا عندنا من الرباط هو اللي متبع هذا الملف حاليا هو اللي متبع هذا الملف هو المحاميه ولكن هو زعما صراحه هو مسكين كيجي من الرباط حتى لهنا متبع لي الملف ديال خويا صراحه هو اللي جاب لي هذا سميتو كامل مشكور. بينما خويا راه ما عنده حتى شي حاجه كاين سميتو كاين هادو اللي دايرين ليها سميتو راه مشدودين وتقريبا راه خرجوا دابا من الحبس وخويا من اللي جاي بقاو الشيكات قدام بقاو دوك الشيكات كيتسربوا وبقى داك الشيء والدري خويا دابا راه تحكم بعامين ديال الحبس و 46 مليون مي غادي يجيب هاد الفلوس هادي. هو ما عنده حتى شي حاجه ما عنده حتى حاجه ما عنده مسكين والو راه دابا الجلسه ديالو نهار 27 نهار 27 في هاد الشهر ان شاء الله بعد غدا ان شاء الله تسمعوا عليه اخبار ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله. المحامي قال لي هنايا قال لي راه ان شاء الله غادي يخرج قال لي راه كلشي قال لي كاين على الخلط ما بين هذوك لي كارطات دابا ملي تقريبا مشاو على لاكارت الاولى ماشي على لاكارت ديال خوك. صراحه صعيب هذا المشكل ديال لاكارت والتزوير ديال لاكارت خصنا نوقفوا عليه لان صعيب بحال هكذا الانسان يكون ما داير والو. كاين اللي مشى ليه 17 مليون خوك مشات ليه الحريه ديالو اخر حاجه ممكن تكون الرساله ديالك اللي جبت توجهها للمسؤولين. دابا كنطلبوا من السيد الحموشي الا كان ممكن يتدخل هو شخصيا في هذا الملف هذا ديال خويا يفكو هذا هو اللي سميتو هذا هو الطلب عندي انا الا كان ممكن هاد الناس العداله تاخذ المجرى ديالها. حنا كنثيقوا في العداله الحمد لله الا كانوا باغيين يدخلوا لنا في هذا الملف هذا راه اخويا راه باري هادشي راه ما منو حتى شي حاجه باين شكون اللي هادشي باين انا كيبان لي انا هادشي كيبان لي الميل فرام باين خاوي ما فيه حتى شي حاجه خويا راه ما عنده حتى شي حاجه. شكرا خويا ادريس الرساله ديالك اكثر من واضحه. كنتمنى ان شاء الله نهار 27 تسمعوا اخبار الخير على خوكم ابراهيم لان اخر مره انا كنت هضرت معاه قال لي انا كنفكر في الانتحار صافي قال لي ما بقيتش قاعد خصوصا انا ظلم وهذا مشى ما عنده حتى شي حاجه. كنتمنوا هذه القضيه هذه الصراحه تخرج على خير وبخير بالنسبه للسي ابراهيم وبالنسبه لهاد الناس اللي دايرين هذا الشيء ومزورين ياخذوا الجزاء ديالهم. شكرا لكم وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا اشرف عوينة نانا صوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.